السلام عليكم ورحمة الله، طلابنا وطالباتنا الأعزاء والعزيزات من طلاب الصف الثالث الثانوي في قسمي العلمي والأدب. This is Abdullah Faisal and welcome to today's episode of English language explanation. سيكون درس اليوم هو شرح لهذه القواعد job and qualities. Qualities يعني بمعنى صفات أو جودة أو شيء، لكن هنا كل ما يتعلق بهذا الدرس هو بخصوص الوظائف والاستعداد للعمل. طبعاً 3.6 here Students Book Page 21 صفحة 21 من كتاب الطالب، هي امتداد للقواعد السابقة لكن هنا قواعد جديدة أيضاً سأشرحها نشرح أيضا وسنجيب على جميع الأسئلة المتوفرة في كتاب الواجب والمتعلقة بهذه القواعد. نبدأ الآن. أولا أسماء الوظائف name of jobs. طبعا عندما نكتب اسم الوظيفة نكتبه بأحد الثلاث صيغ، مثلا إما يكون كلمتين مركبة مركبتين لكن بدون فاصل فنقول shopkeeper shop and keeper. طبعا هذه القواعد مهمة جدا جدا، تأتي منها بعض الأسئلة في الاختبارات الوزارية إذا يوجد تركيز عليها. shopkeeper هي كلمة واحدة مركبة لا يوجد أي فاصل فيما بينها. الصيغة الثانية تكون كلمتان مفصولتان بشرطة lifeguard، هنا شرطة بينهما. الصيغة الثالثة كلمتين مفصولتين عن بعضهما، يعني كل كلمة لوحدها English teacher English لوحدها و teacher كلمة واحدة. لأن هذا بما يخص كتابة الصيغ. طبعا لا يوجد قاعدة معينة لكن نتدرب على هذه الأشياء بالممارسة والرجوع إلى القواعد. طبعا عند الجمع عندما نجمع الكلمة مركبة فقط نضع اس الجمع أو نجمع الكلمة الثانية فقط وليس الاثنان معا، يعني تاكسي درايفر لا نقول تاكسيز درايفرز، فقط يكفي أن نجمع الكلمة المركبة الثانية أو الأخيرة قبل الفعل تاكسي درايفرز. هنا تعريف لبعض الوظائف في الأمثلة. تاكسي درايفر سائق التاكسي ما هو؟ كيف نعرفه؟ عندما نعرف شخص أو وظيفة معينة نبدأ بالقول someone who، يعني شخص ما الذي، ونضيف الفعل الخاص به. مثلا تاكسي درايفر someone who drives a taxi، شخص يسوق التاكسي بكل بساطة. A tourist guide مرشد سياحي someone who guides the tourists، يعني شخص ما يرشد السياح. A firefighter شوف ما الفعل يعني مشتق من الوظيفة نفسها. A firefighter يعني رجل إطفاء someone who fights fire، شخص ما يكافح النيران. A bookseller بايع الكتاب، وهي كلمتان منفصلتان someone who sells books يأخذ من كلمة seller الفعل sell بايع الكتب، شخص يبيع الكتب. A computer programmer مبرمج الكمبيوتر someone who programs computers الفعل مشتق من كلمة programmer. A dressmaker كلمة مركبة لكنها واحدة someone who makes dresses يعني الخياط، شخص ما الذي يقوم بصناعة الفساتين أو الأثواب dressmaker. A film director مخرج الأفلام someone who directs films شخص ما يخرج أو يقوم بإخراج الأفلام. A news reader قارئ الأخبار أو مذيع التلفزيوني مثلا someone who reads the news شخص ما يقرأ الأخبار. A bank manager مدير البنك someone who manages banks شخص ما يدير البنوك. إذن تلاحظ أن كلمة manager الفعل manage يدير. Project manager someone who manages projects مدير المشاريع شخص ما يقوم بإدارة المشاريع.
هذه الصيغة المستخدمة عند تعريف وظيفة معينة تبدأ بالقول someone who، وتشتق الفعل من نفس الوظيفة. مثلا driver تقول drives، guides guide، fight fight، firefighter fights، seller sell. هنا أهم مفردات الوظائف مع الترجمة لها. وردت هنا بعض الوظائف المهمة من كلمات مركبة وبعضها منفصلة وبعضها متصلة، بعضها فيها ما يفصل بينها شرطة. taxi driver اسم بمعنى سائق التاكسي، tourist guide اسم أيضا بمعنى مرشد سياحي، firefighter رجل إطفاء اسم أيضا، bookseller اسم بمعنى بائع الكتب، computer programmer مبرمج الكمبيوتر اسم أيضا لأنها اسم وظيفة، dressmaker الخياط اسم أيضا، film director اسم بمعنى مخرج أفلام، news reader مذيع أخبار اسم أيضا، science teacher مدرس علوم. تلاحظون كل هذه الكلمات، معظم هذه الكلمات وخاصة التي تتحدث عن الوظائف هي كلمات مركبة. science and teacher، science teacher مدرس علوم اسم أيضا، bank manager اسم بمعنى مدير بنك، project manager مدير مشروع اسم أيضا، polite هنا صفة بمعنى المؤدب، هذه ليست اسم وظيفة لكنها صفة، diligent مجتهد، friendly صدوق هنا صفة أيضا، friendly تأتي أحيانا كصفة وتأتي كظرف لكن أغلب الأوقات هي صفة، مثل كلمة lovely محبوب. so friendly يرجى التنبه لها، هي صحيح مضاف لها ly لكن هي تأتي هنا بمعنى صفة. من الحالات الشاذة سنشرحها لاحقا، مثل كلمة lovely، وليس كل كلمة مضاف لها ly هي تعتبر ظرف، يوجد تنبه. إذا هنا friendly هنا adjective وليست adverb، يوجد تصحيح على الخطأ المطبعي هنا. patient صفة بمعنى صابر وتأتي بمعنى مريض أيضا، conscious صفة بمعنى واعي، confident واثق صفة أيضا، literate شخص متعلم صفة أيضا. كانت هذه هي ترجمة أهم مفردات الوظائف. ننتقل إلى الصفات اللي هي qualities كما قلنا، quality بمعنى كمية وتأتي بمعنى بصيغة الجمع بمعنى صفة. طبعا عند التعبير عما يجب أي موظف يقوم بعمله نستخدم verb صيغة verb to be. مثلا if you want to be a teacher want to be، بعدين اسم الوظيفة، if you want to be a teacher you must be patient، يجب أن تكون صبورا. أحيانا نستخدم بعد الاسم بعد الأفعال، مثلا نقول you show patience، إما أن نقول you must be patient، يجب أن تكون صبورا، you show patience أو تظهر الصبر. هنا هذه هي القاعدة المهمة، ممكن تعبر عن هذه الجملة بطريقة أخرى بهذا الشكل. إذن you must be patient or you show patience، بعد must be لازم يكون صفة، بعد show لازم يكون اسم patience صبر. طبعا من أهم القواعد تتكرر في الأسئلة في الاختبارات الوزارية، انتبهوا لها أكرر، أحيانا يأتي جدول بهذا الشكل ومطلوب تحويل الكلمة من صفة إلى اسم بهذا الشكل، يعني ممكن هو يعطيك الصفة ويطلب الاسم أو العكس، ممكن يعطيك الاسم ويطلب أن تكتب أصل. مثلا polite politeness مؤدب أدب، diligent diligence مجتهد اجتهاد صفة واسم.
able, ability, قادر, قدرة, patient, صفة, بمعنى صبور, patience, صبر, literate, literacy. هنا شخص متعلم, هنا ثم نقول تعلم أو تثقيف بهذا المعنى. confident, confidence, واثق, شخص واثق, وهنا ثقة. انتبهوا لهذا الجدول وهو مهم أيضا. هناك بعض الصفات لها حرف جر خاص بها مع اسم أو فعل بعدها بحسب هذا الشكل. هذه القاعدة مهمة جدا جدا وتتكرر في أكثر من سؤال في الاختبارات الوزارية, إما تصحيح الأخطاء أو اختيار متعدد. يعني هنا مثلا be able to دائما يأتي بعدها الفعل بالمصدر. نقول he is able to use, ما في لا s ولا es ولا ing ولا شيء, فقط في الصيغة الأولى المصدر. he is able to use the computer, قادر على استخدام الكمبيوتر. She is about to speak a foreign language. About to أيضا. هنا about يأتي بعدها الفعل to, عفوا حرف الجر to, يعني على وشك أن تتكلم لغة أجنبية. أيضا good at, بعدين فعل مضاف إلى ing, جيد في كذا. He is good at, دائما إذا أتى بالاختبار الوزاري good at, تشوف الفعل الذي بعدها وتضيف له ing. He is good at dealing with people, جيد بالتعامل مع الناس. She is good at explaining things to people, جيدة في شرح الأشياء للناس. هنا be willing to يأتي بعدها مصدر يرغب فيه. He is willing to, verb 1 بعد دائما. He is willing to work long hours, هو يرغب في العمل لساعات أطول. He is willing to travel, يرغب في السفر أو يرغب في أن يسافر. انتبهوا لها هذه الأشياء. إذا be able to بعدها مصدر, good at بعدها فعل ing, be willing to بعدها مصدر. هذه أشياء مهمة مع الأمثلة الخاصة بها. ننتقل إلى شرح أهم التمارين في كتاب الواجب, صفحة 34 و35. Part A, complete these sentences about jobs, أكمل هذه الجمل عن الوظائف. هنا somebody who builds houses, شخص يبني المنازل, إيش نسميه؟ House builder. إذن كلمة مركبة وظيفة من كلمتين منفصلتين. Someone who makes furniture is, شخص الذي يصنع الأثاث, هو furniture maker, صانع الأثاث, نجار. Somebody who drives buses is a bus driver, مشتقة منها شخص, سهلة جدا. Number 4, somebody who plays football is, الذي يلعب كرة القدم, هو لاعب كرة قدم, football player. Somebody who has just left or is about to leave school is, شخص تخرج من المدرسة أو على وشك التخرج, يسمى بي school leaver. هذه الكلمة أتذكر أنها تكررت في أكثر من اختبار وزاري, هي كلمة مركبة. Number 6 here, somebody who grows coffee is, شخص يزرع القهوة اللي هو coffee grower, مزارع القهوة. Number 7, someone who tames lions is a lion tamer. تبعوا كلمة tames lions, شخص الذي يروض الأسود يسمى مروض الأسود, lion tamer. Here, someone who tames lions is a lion tamer. The last one, somebody who walks along tight ropes, شخص يمشي على الرجال المشدودة عادة, يعني مثل الجمباز وغيره, أو بيلعب السيرك أحيانا, is a tight ropes walker, يعني شخص يمشي على الحبال
أو هكذا بهذا الشكل يسمى الشخص الذي يمشي على الحذاء. إذا انتبهوا لهذه الصفات، عفوا إلى هذه الوظائف، وتعلموا كيف نشتق اسم الوظيفة من هذا الشيء. Let's go to exercise B. Write sentences like the one below using the words in brackets. أعطاك كلمة بين قوسين تصنع منها جملة. Good student, diligent and conscious. طالب جيد، مجتهد وواعي. وكأنه يقول اصنع جملة كأن تقول إذا أردت أن تكون طالبا جيدا يجب أن تكون مجتهدا وواعيا. If you want to be a good student, you must be diligent and conscious. أو الطريقة الأخرى اللي قلنا استخدمنا هنا must be، أو ممكن نقول you must show diligence and consciousness. يستخدم show، يأتي بعدها الاسم، وهنا الاسم أيضا diligent مجتهد، diligence اجتهاد، and consciousness وعي. Number 2، أعطاك كلمتين اللي هي policeman، polite and confident. صفات لها policeman، وكانه يقول إذا أردت أن تكون رجل شرطة يجب أن تكون مؤدبا وواثقا. If you want to be a policeman, you must be polite and confident. أو you must، بدل be تقول you must show، استخدمت show، لازم بعدها اسم. You must show politeness and confidence. Polite, politeness. Confident, confidence. Number 3. Designer, able and computer literate. كأنه يقول إذا أردت أن تكون مصمما يجب أن تكون قادرا وخبيرا بالكمبيوتر وعارفا باستخدام الكمبيوتر. If you want to be a designer, you must be able and computer literate. يجب أن تكون قادرا وخبيرا بالكمبيوتر. هنا أيضا you must، بدل you you must be ممكن يقول you must show، يجب أن تظهر ability and computer literacy. دائما بعد show نستخدم الصفة هنا الاسم، عفوا show ability تظهر القدرة، and computer literacy والقدرة على استخدام الكمبيوتر. وهنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. Thank you very much, my dear students. We come to the end of this episode of explaining this lesson. This is Abdullah Faisal. See you in the next episode. أراكم في درس قادم وشرح وقواعد جديدة بإذن الله. Thank you very much. I wish you all the best, my dear students. Bye.